تكنوفيشن هي مسابقة للبنات الصغار اللي عمرهم ما بين 10 و 18 عام. هي مسابقة عالمية بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية في سان فرانسيسكو بالتحديد، وتوا موجودة في أكثر من 100 بلاد في العالم. تكنوفيشن مسابقة مفتوحة للبنات الكل اللي يحبوا يشاركوا، يتعلموا من خلالها كيفاش يعملوا برمجة متاع تطبيقات جوالة باش يحلوا مشكلة اللي يواجهوها الناس في المجتمع متاعهم. البنات هما يلقاو المشكلة اللي يحبوا يشتغلوا عليها ويتعلموا كيفاش يعملوا البرمجة متاع التطبيقات الجوالة، يتعلموا كيفاش يعملوا دراسة السوق في البلاد متاعهم، يتعلموا كيفاش يقدموا الفكرة متاعهم، يتعلموا كيفاش يشتغلوا في فريق، ومعهم منتور اللي تعاونهم باش يتعلموا الحاجات هذم الكل. تكنوفيشن مفتوحة للناس الكل اللي يحبوا يشاركوا، ينجموا يقيدوا في السيت technovationchallenge.org ويتعلموا من خلالها برشا حاجات، البرمجة وكيفاش يعملوا دراسة سوق، كيفاش ينجموا يوليوا باعثين مشاريع من اللي هما صغار.